شكرا لك للجميع. الحقيقه حريصين ان نذكر اسماء كل المؤسسات وكل الاسر التي تفضلت وسمحت لنا ان ندرس ما لديها من المقتنيات وان تكون هذه المقتنيات جزء اساسي من الروافق التي صنعت ذاكره مصر المعاصره. هذه المقتنيات اعيدت الى اصحابها وان كان بعضها معروض في هذا البهو في ضيافه دار الاوبرا. بشكر السيد الوزير وبشكر مدير مركز القومي الثقافي، ولكن نعرف انها تعاد الى اصحابها صباح البهو. الفكره الاساسيه ان احنا زي ما تفضلت السيد فضيله الاستاذ مبارك قيمك ان احنا ناخذ صوره رقميه من كل هذه المقتنيات و نشيلها في الذاكره ونعيد الوصول الى اصحابها. هي احنا حريصين ان احنا نحاول ان احنا نقدر نعرف ازاي هنقدر نتفاعل مع هذا الكم الهائل من المال. عايز اقول لكم ان كان موجود النهارده واللي هيعلن على الانترنت من صباح الغد في اكثر من 20,000 صوره، فاحنا عندنا اكثر من 110,000 صوره بندخلها حاليا. لما اعتبرنا ان هذه المرحله كان اكتمل كم كافي او الوزن الحالي في الزجاجه القوي كريتيكال ماس ان احنا نقدر نقبل الجمهور كيف يمكن التعامل مع ذاكره مصر المعاصره. فاذا بدانا فترتيب ذاكره مصر المعاصره مكون من 5 مداخل رئيسيه: حكام، رؤساء وزراء، احداث، موضوعات، وشخصيات عامه. وهنا 14 نوع من المقتنيات. عندنا صور وافلام وخطب، مقدمات مكتوبه مخصوص للموضوعات المختلفه، خرائط، نقود، اغلفه واعلانات. عندنا وثائق، صوتيات من الصحافه، كتب، اوسمه، وطوابع واعلانات. وعندنا ايضا هذا الخط الزمني الذي يسمح ان احنا نحرك جزء منه، فاذا اتحرك وحددت ان هذا هو الجزء الذي سانظر فيه من 1910 الى 1980 وجدنا ان عدد الصور انخفض من 20,000 الى 14,000، لان في 6,000 صوره من هذا الجزء الذي حجبته. فاذا يمكنني اني ابحث في تحديد زمني معين فاجد مجموعه من المقتنيات موجوده اقدر اوصل لها من التاريخ الزمني بالمعروف الاخر. اذا دخلت عن طريق حكام فتطلع لي الصوره الاول تسمح لي ان انا ارى كل الحكام في مصر فتره بدايه القرن التاسع عشر الى الرئيس محمد انور السادات. واذا رحت محمد علي باشا هجد مدخل يصف وصف بسيط جدا وممكن الواحد يعرض السيره الذاتيه بتاعته، او ممكن يخش على المزيد من المعلومات مثل الصور او الرسوم الموجوده عن محمد علي باشا. في هذه الصور بتوضع بشكل يسمح ان احنا نستعرضها كلها بصوره صغيره او نرى المزيد منها الى نهايه مليون. ثم في هذه الحاله انظر دائما يعني فوق خط فؤادة يبقى عندي انا بتفرج على ايه دلوقتي؟ بتفرج على الصور. الخط الزمني بتاعي مفتوح من 1999 ل 1981 كل الفترات دي، وابص على محمد علي باشا. فاذا ده التحديد اللي موجود قدامي، وبعدين ممكن اختار صوره منهم واكبرها. اذا ضغطت عليها هقدر اعرف المزيد عن ايه الصوره اللي بشوفها دي، التفاصيل عنها، والجزء المكتوب بيتعمل نص شفاف بحيث انه ما يبوظش الرؤيه للصوره لما احب اشوف الكتابه مع الصوره في نفس الوقت. ويمكنني طبعا اني اكبر الصوره نفسها وانظر في المزيد من التفصيل بالنسبه للصوره. او ممكن انتقل الى وثائق الوزراء، هاجد رؤساء الوزراء المختلفين. على فكره في ناس كتير ما يعرفوش ان محمد توفيق باشا الدين توفيق كان ايضا رئيس وزراء. فموجود له فترات يظهر مره كرئيس وزراء ومره ك خديوي. اذا رحنا مثلا سعد رشا زقلول هنجد توصيف لسعد رشا زقلول، وممكن بعد كده نروح نشوف الاغلفه الموجوده عن سعد رشا في الذاكره حاليا ونطلع اي غلاف منها بسرعه الباب، او ممكن ان انا اقفله وارجع تاني ابص على غلاف اخر، او نروح مثلا الاحداث واخطاء
اختار احداث اقدر اغير الجدول الزمني بتاعي، اختار فتره معينه، انا حددت فتره حوالي 1920، هتلاقيني احداث معينه منها مثلا صدور دستور 1923، هلاقي مقاله اتمكن عن دخول الدستور. لاحظ هنا لما حددت موضوع حاجه عدد الحاجات اللي موجوده عندي بالفعل هنا. عندي غلاف واحد، عندي اثنين من دول، عندي اثنين وصور، ثلاثه وثائق الى اخره، ودول ما عنديش ال 14 كتاب مش كلهم موجودين كل حاجه حاليا، فبيبان على طول ايه اللي موجود. انما ممكن ندخل مثلا نشوف الدستور نفسه كوثيقه، هنجد توصيف الوثيقه، توصيف المكتبي ليها، وبعدين نقدر نشوف الدستور نفسه ونقدر نكبره. نحن ملك مصر نرى اللي موجود في كل المواد بتاعته كمكتوبه، او نقدر نقفله ونرجع تاني ندور على موضوعات اخرى. ندور على موضوعات اخرى مثلا ممكن حياه سياسيه، حياه اقتصاديه، حياه اجتماعيه، حياه علميه، ثقافه وفنون. وتحت كل باب من دول عندي لما افتحه هلاقي عديد من الموضوعات. فهنا تحت الحياه السياسيه اخترنا معاهدات واتفاقيات. هلاقي توصيف لبعض المعاهدات والاتفاقيات الاساسيه في هذه الفتره، وممكن ان انا اروح برضه الاقي الطوابع مثلا اللي بتذكر بعض هذه الامور، وده طابع تذكاري لالغاء الانكياسات الاجنبيه بعد مؤتمر موكرير في 1937، صدور هذا الطابع التذكاري. ممكن نكبره طبعا ونجد المزيد من التوصيف له، وان شاء الله يعني بلغني ان في مجموعه كبيره من الطوابع ممكن لها استعمالات كثيره، الواحد يقدر فعلا يلاقي المزيد من المعلومات والاستعمالات فيها. اذا ذهبنا الى موضوع زي معاهدات واتفاقيات، هنجد مثلا معاهده الصلح بين الدوله العليا وايطاليا، فده معاهده صلح اتنشرت في جريده الهلال، وممكن ان احنا نكبرها ونرى هذه معاهده الصلح الماده الاولى والماده الثانيه كما نشرت في تلك الفتره. ممكن اخش على شخصيات عامه، اذا دخلت شخصيات عامه احنا عندنا ثمن بعضهم بصور وبعضهم مش موجوده بجميع الصور، من هنا في عرض اجنبي، ده عرض للكل، وممكن الواحد يمشي فيه قدامنا مجموعه دي صفحه من 19 صفحه من هذا النوع، او ممكن نروح على طول محطه طه مثلا، هنجد طه اسماعيل وطه حسين مثلا من الشخصيات العامه، واذا رحنا لطه حسين هنجد السيره الذاتيه بتاعته، وممكن نعرض السيره الذاتيه بالتفصيل، او ممكن نروح الى مقالات وكتب هو كتبها، فمثلا دي مقاله كتبها كجواب مفتوح الى صاحب المعالي وزير المعارف، وهو طه حسين اللي كتبها في الاعتماد. إذا رحنا لرؤساء الوزارات ممكن نروح مثلا لبطرس باشا غالي، هنجد أيضا السيرة الذاتية، وممكن السيرة الذاتية بالتفصيل، أو ممكن ندخل على وثائق مختلفة وهنجد حاجات كتيرة موجودة فيها. إنما طب افرض إن أنا عايز أعرف بطرس باشا غالي كان له اتصالات مع الخديوي عباس حلمي الثاني، فاقدر اختار هنا ما بين انا بشتغل على بطرس باشا غالي، اقدر اخش على الخديوي عباس حلمي الثاني، واقدر الاقي الان وثائق تاريخ معين بتضم بطرس باشا غالي والخديوي عباس حلمي الثاني، واقدر ابص في احداث وموضوعات بصفه خاصه، وزودت هنا وثائق بطرس باشا غالي عباس حلمي الثاني مراسيم وفرمانات. وممكن ان انا اذا شلت واحد من الرجلين هلاقي المراسيم والفرمانات زادت جدا، بينما كانت من قبل صغيره. لما بشيل الاثنين دي مراسيم اشترك فيها الاثنين، اذا اخذت احد هذه الفرمانات والمراسيم ممكن نلاقيه خط يد، فهنا مثلا دي وثيقه فيها تعديلات وادخلت بخط اليد من بطرس باشا غالي في وثيقه تخص حق قلق نصيب في هذا الوقت. الكم من الرسائل والحاجات الموجوده في الذاكره الحقيقه طبعا هو حقيقي كبير جدا، انما لسه نقطه طرح بالنسبه للي موجود ويتم رقمنته، مش بس رقمنه انما لازم احنا نعمل له فحرصه،
الاندكسنج عشان نقدر نربط الحاجه بحاجه مع بعضها بحيث نقدر نلاقيها بعد كده.